دورة دازت المجلس. كانوا عندنا أربعة لي بوان، جوج ديال شركات الزبل وواحد ديال السبيطار وواحد ديال السوق النموذجي. حتى واحد من ذاك لي بوان داز باسكو الأغلبية كانت عند المعارضة. المعارضة كتعارض غير باش تعارض. انا ما فهمتش هاد الناس هادو اللي صوتوا عليهم المواطن وثقوا فيهم. وهاد الناس اللي اصلا المعارضه كانت اغلبيه في المجلس القديم اللي كان عندهم 12 عام الوقت يخدموا يديروا بزاف الحوايج. حنا ملي جينا دابا بغينا نخدموا، بغينا عطينا بزاف ديال الحوايج اللي نقدروا نديروا، اللي مي خصها الدوره، خصها تكون في الدوره ديال المجلس. انا ما نقدش نحكمها براسي، انا اللي خصني ندير شي مشروع خصني ندوزو في الدوره. هاد الناس ما بغاوش يخدموا، هاد الناس كانوا 12 عام كما قلت لكم 12 عام وهما كيسيروا، الاغلبيه منهم 12 عام هما كيسيروا. دابا ملي جينا كنسيروا حنايا ما عجبهمش الحال، كيديروا لنا المشاكل، ما كيصوتوش. علاش ما كيصوتوش؟ ما عرفتش، مازال ما بغات تفهمني. حنا واش عندهم مشكل معايا؟ واش عندهم مشكل باللباس ديالي؟ ما نعرف واش عندهم مشكل بشعري ولا شي حاجه. مي المشكل باش يصوتوا ضد المشاريع ما كاينش. زعما باش نقولوا هاد الناس عاطينا واحد غيزون ديال علاش ما غيصوتوش، حتى واحد ما عطانا. كيصوت ما كيصوتوش حيت ما بغاوش يصوتوا، ما بغاوش زعما حنا نخدموا. هادشي الحماق. واش واحد ما كيصوتش على السبيطار باش نقادوا السبيطار ديال ايموزار كندر اللي مهمش، اللي فريمون ما عندك ما دير فيه، غير تدخل كتقول لهم انا راني مريض كيصيفطوك للصفرو ديال الفاس. هادي واش الناس يصوتوا ضدها؟ امبوسيبل. شركه زبل هما بغاو عاوتاني باش الناس يدوزوا بالحمار ويبقاو يرميو الزبل بالحمار، حيت ما بغاوش يصوتوا على الشركه بان الشركه اللي غتكلف بالزبل ديال ايموزار كندر. بغاو يردونا عاوتاني واحد 20 عام اللور بان نبقاو نجمعوا الزبل راسنا. احنا ما عندناش الامكانيات باش نجمعوا الزبل راسنا، ما عندناش لا كميات لا والو. هي شنو غنديروا؟ كل عضو غيجمع حمار ويبقى يدير حمار ويبقى يدور على الحومه ديالو. هذا هو اللي كاين. هذا واش الناس ما كيصوتوش على بحال هذه المشاريع؟ بان شركه الزبل غتهز لنا الزبل، داك الشيء اللي اصلا اللي كان، ماشي شي حاجه جديده. هاد الشيء اللي كان، كانوا عوين يمكن على شي حاجه اللي ماشي هي ديالي، حيت كانوا كيسمعوا المجلس راه دار المستقبل، المجلس الاول راه داروا الفيرمات، داروا الديور، داروا كل شيء. ودابا ملي جيت انا ما كاين والو غير حتى الفلوس ديال الانتخابات ما دخلناهمش. بيان سور يقول لك اش غنديروا مع هذا السيد؟ هذا السيد ما معاش الماكله. هي شنو غنديروا؟ غنحاربوا حتى يمشي بحاله ويطلع له الدم ويحط الاستقاله ديالو، او غنشوفوا كي غنديروا غنحيدوا من تما. مي انا ما غنمشيش بحالي وغنبقى معاهم حتى الاخر وغنبقى بوحدي. صحيح. لاحظتكم؟ انا عندي واحد الضمير اللي كنعاس مع راسي. انا المواطن ديال موزار عارف دابا اللعبه ولا كيفهم. ماشي شحال هذيك كانوا كيكذبوا على المواطن، كيدوخوا عليه وكيدوروا معاه وكيقول. دابا المواطن واعي، المواطن الشباب ديال موزار واعي. الناس بغاو يخدموا، الناس بغاو كيعرفوا المعقول. لما ما بقاش تكذب عليهم جوج هضرات؟ وانا عارف بان القوه ديالي هي المواطن ديال مزال معايا، وهذا هو اللي كتخليني مازال واقف. ما يكون عارف بان المواطن ماشي معايا غنحط سوارتي ونقول لكم الله يعاونكم، باسكو انا عندي حتى مراه هنا. انا كنت عايش واحد العايشه في شي شكل، ودابا وليت كنعيش واحد العايشه اللي ماشي ديالي. بالحق انا كنضحي على ود هذه البلاد. انا كنعيش عيشه وكنضحي بالعيشه ديالي على ود هاد البلاد هادي باش نزيد لقدام. ما انا ما عنديش الربح هنا. بالحق انا حارب هاد المفسدين وهاد الناس اللي كيشوفوا راسهم، غنحاربهم حتى هما يمشيو بحالهم. انا ما غنمشيش. فاطمه المهم بائعه الخبز، هذه هي الخلاصه. حنا وحده من هاد العيالات بزاف، لان جينا هنايا قالوا لنا دار اجتماع غادي يدافعوا حقوق. فاش دخلنا المعارضه كلهم دايرين يعني اي مشروع قالوا رافضينه نهائيا، ديما معارضه لا لا لا. ما فهمناش، خرجوا علينا حنا مدمرين، حنا دمروا موزار خرجوا عليه. ما فهمناش هذه المعارضه علاش، وشنو ذنب الساكنه وشنو ذنب هاد ولادنا اللي ضايعين، وحنايا رفضوا كل اي حاجه كنقولوها رافضينها، علاش؟ ما فهمتش.
ما فهمتش المفتون علاش رافضين، واش حنا عجبهم الحال كنبقاو في الثلج وفي البرد برا كنموتوا، وهما راه جالس داير الكليماتيزور ديالو جالس في دارو في طوموبيلتو ولا في دارو ولا سمو، حنا كنتكرفسوا كنديروا طرف الخبز ديال ولادنا، هادشي اللي كاين، شفار تبع شفار، ما كاينش، حيت داز المرة الأولى والثانية ما دار حتى شي حاجة، ما دار حتى شي حاجة، بيان سور ما دار حتى شي حاجة برا، برا يلاه برا، أولا خلي عباد الله اللي باغي يخدم خليه يخدم، حنا مصطفى الختم علاش باغي شنو المصلحة عنده هنايا؟ غير باغي يعاونا ويخدم مع ولادنا ويعاونا، لا أقل ولا أكثر، ما هو لاباس عليه ما مستحش باش غادي يشفر، أما الشفار الكبارين هما اللي شفروا داو الحصة ومشاو في حالهم. أنا عندي المرأة ديالي مريضة وصلتها للسبيطار هنايا، صيفطوها الفاس في جوج الليل وبيت في المركب على برا، ورغم ذلك رديتها للمزدار اللي عندهم لهنايا، ولاو عاوتاني داروا واحد الخدمه وماشي خدمتهم، حيت كانت عندي المراه عندها فقر الدم وكانوا كيزيدوا لها الدم في السبيطار ديال فاس مركب، فجبتها لهنايا رجعت قنطات جبتها لهنا، دوزت واحد اليومين شدها الحريق بغات تولد ديتها لعندهم، مشاو داروا واحد الخدمه ماشي ديالهم، حيت المراه الدم مازال ما وصل ليهاش للعظم، بغاو يركبوا لها الشوكه ديال الاكسجين وداروا لها القوه، فاش داروا لها القوه الدم تغلب على هذيك الشوكه، الدم بدا كيرجع بلاصه البلج وداك البرودوي المهم اللي كيديروه هما، والصراحه هادشي راه ما عجبنيش انا، هادشي راه ما عجبنيش، البلاد راه كترجع للور، حنا بغينا نزيدوا بها لقدام، حنا راه كنساو راسنا وبلادنا هي الاولى، والله يهدي ما خلق باش يصلح البلاد، ما محتاش عنده رزقه مصطفى الخصم وبطل العالم 12 عام وعنده وسام ملكي، المهم ما محتاش هذا السيد باش غادي يسرق لنا ولا غادي يدي لنا ولا كذا، هو باغي يخدم البلاد، والله يهدي هاد المعارضه هذه. الاسم ديالي عبد الكريم البرنوصي ابن مدينه إموزدار كندر، اليوم حضرنا للدوره الاستثنائيه اللي كاينه في مجلس بلدي باش اننا نطلعوا على كل الخبايا ولا كل حاجه اللي هي جديده في مدينه إموزدار كندر من ناحيه الانجازات، الا اننا كنتفاجئوا اننا كنشوفوا واحد المعارضه اللي ربما الغايه ديالها انها تحبط المجهودات ديال المجلس الجماعي اللي صراحه نباتق من حب ديال السكينه. المعارضه كما كتشوف هي من المجلس القديم، ما عرفناش بالضبط شنو هي الغايه ديالهم، لان ما يمكنش انك تصوت ضد الرغبات ديال السكينه والمصالح ديالهم، ان كما كنشوفوا ان مثلا المركز ديال الاستشفائي فهذا راه قيمه اضافيه للسكينه وللمحيط، كما كتعرف ان مدينه إموزدار كندر تقريبا شي 30 سنه هذه او ازيد من ذلك والسكينه كتعاني من هذا المشكل ديال الصحه والتعليم، وكذلك حتى الشغل راه كاين واحد المشكل اللي هو كبير، واحد النقص حاد، كما كتشوف ان المركز ولا السوق النموذجي اللي بغات المجلس البلدي انه يحتضن ويرجع في الملكيه ديالو باش انه يدر مداخل الصندوق ديال الجماعه، وفي نفس الوقت يستافدوا منه هذوك الناس اللي كانوا كيبيعوا وكيتاجروا في ظروف اللي هي قاسيه من الناحيه المناخيه. كنشكروا هاد الممثلين ديال هاد القنوات وديال الصحافه، وغادي نقول لكم على اساس انه الحضور ديالكم كان يعني ضروري، لان انتم اللي كتنقلوا الخبر المواطنين اينما كانوا. فعلا الاجتماع ديال اليوم كيتجلى في واحد الدوره استثنائيه دارها المجلس بالتعاون بطبيعه الحال مع المكتب، الرئيس مع المكتب، وكاينين اربعه ديال النقاط بطبيعه الحال في مصلحه المواطن في مصلحه البلاد، ولكن الاخوان الاخرين اللي في المعارضه 17 الواحد ما صوتتش لصالح هذا المشروع لاسباب غير الاحتكاكات السياسويه وصافي، ماشي، ولكن واحد المنظور يعني الا كنا كنختلفوا انا وياك كاشخاص ما خصنيش انا غادي نوظف هذاك النقاش اللي بيني وبينك يعني في المصلحه ديال المواطن، يعني المصلحة ديال المواطن فوق كل اعتبار. هذا المركب التجاري دارته المبادرة الوطنية للتنمية البشرية مشكورة، هذه راه الفضل الكبير كيرجع لسيدنا الله ينصره اللي هو أسس هذه المبادرة الوطنية للتنمية البشرية يوم 18 ماي 2005،
وفعلا عطات الاوكي ديالها على الصعيد الوطني وكانت نموذجيه على الصعيد الافريقي والدولي. صوتنا حنا لفائده المركز هذا، المركز هذا اللي دارته المبادره الوطنيه للتنميه البشريه طبيعه الحال خصها تسلمو للجماعه. وحنا كنقولوا بان هذا المستوصف كيف يعقل ان هذا المستوصف هذا ما عندوش يعني اللوازم الضروريه. كتعرفوا الطريق رقم 8 فيها واحد العدد ديال المنعرجات شحال من الحوادث ديال السير كيوقعوا فيه، ولكن باش تقدم الاسعافات الاوليه ملي كيجيبوه مباشره المستوصف ما كيلقاوش الاسعافات الاوليه، الشروط ديال الاسعافات الاوليه ما كايناش، القصيره ديال الاسعاف ما فيهاش دوك الاسعافات الاوليه، يعني الى جابوا حتى المركز الصحي، المركز الصحي ما كيلقاوش فيه الاسعافات الاوليه كيسيفطوه لصفرو، من صفرو كيسيفطوه لفاس، ما كيجيو يوصل المستعجلات الحقيقيه اللي غادي تقدم له الاسعافات الاوليه وفي الاطباء وداك الشيء باش غادي يفكوه حتى كيديموا الامانه امانته. شكرا على المشاهده. اذا اعجبك الفيديو اضغط على زر الاعجاب، لا تنسى الاشتراك في القناه وتفعيل الجرس، وتابعنا على مواقع التواصل الاجتماعي. مرحبا بك.